دلي على السلامة يا بيك، نورت لبنان يا بيك. مرسي عم رفيق. شو مبين لوحدك؟ وين ماما؟ ست الوالدة تعبانة شوي، نايمة بالفرشة. فريال وين؟ الله أعلم، صار لي من امبارح ما شفتها. ومين بعتك؟ بيي؟ أكيد، السيد الوالد مشتاق لك وبيحبك، والست الوالدة خلص ولا يهمك عم رفيق، هلا أنا بحكي أمي، فيك تفل. جد؟ بس يا بيك عم رفيق، فيك تفل. هلا بعرف إنك بتعزني كثير، بس إنه ترجع على البلد كرمالي هيدي ما صارت. كرمال مين بدي أرجع لكان؟ اشتقت لك ولي أصغر. وأنا كمان. شو؟ 7 سنين بأمريكا شنطتين بس؟ إنه إيه؟ شوية تياب وآخر موديل سمارت فون لحضرتك وعصاية. عصاية؟ شو شكلك راجع مستنفر مثل ما فلات؟ يلا سوق سوق. بسوق، مشي قدامي. بعد سيارتك هي ذاتها؟ يا خيي أنا طابع وفي مثل الكلب، شو بدك تعمل؟ هو الوفا حلو. إيه مشان هيك أنت تخصصت بالكلاب. شو؟ شكله بيك بده إياكم تتصالحوا، مشان هيك بعت لك رفيق. يصطفل، أنا ما رجعت أتصالح معه. لشو رجعت لك هنا؟ طاع. أنا فاضي لتضيع الوقت يا منير، المهم دبر لي قعدي مع وليد بيك بأقرب وقت. هلا أنت شوف شو هو بيقول لك وبعدين منتفق على التفاصيل. عندي عنده كله بيسوى، أنا مش بحاجة لدعمه ولا لدعم غيره، بس العلاقات المنيحة أحسن من بلاش. يلا إذا عرفت شي دقلي. ليش ما بتتحالف مع الكتلة الديمقراطية كامل بيك؟ أنا ما بدي أتحالف مع حدا، لا مع المسيحية ولا مع الإسلام ولا مع الدروز، أنا فايت لوحدي. يا
كل عمره لبنان بالليل اجمل من النهار. يا صاحبي الليل بيخبي العيوب. انت كيف شغلك؟ لك ماشي الحال. هلا وضع البلد والمطاعم عندنا صارت الاجر عليهم شوي خفيف، يعني موسم تليفون معكم من البيت. هذا الأقلب أكيد. ليش؟ شو الظاهر ما عم تحكي مع فريال؟ قدي. بدكم ما تواخذوها لمرتي يا ستات. يمكن أخذت برد ببيت الدين. سلامتك يا ملك. بالإذن منكم لحظة. معك. ليش ما جيت مع رفيق على البيت؟ ولو يا ماما أهلك أبدا من أصحابك حتى ولو كان جاد. مش مشكلة ماما، بكرة نزلي مع فريال عبيروت ومنتغدى كلنا سوا عن جاد. أوكي؟ ما بدك تجي تسلم عبيك؟ معقول يا ماما ما تجي تشوفه؟ صار لك 7 سنين لا شفته ولا حكيت معه. ولو يا حبيبي، شو ما كان هالزعل حله يخلص مفعوله بقى. الزعل بيخلص مفعوله ماما، بس بيي بيضل مثل ما هو بعد 100 سنة، وهيدا اساسا سبب زعلي معه. المهم هلا وين فريال؟ ليش ما اجت على المطار؟ اختك سهرانه مع اصحابها، بس على اساس بدها تنزل تجيبك، هيقتها نسيت او شيء. مش مشكله. انت بك شيء؟ مريضه؟ كنا معزومين امبارح على بيت الدين، هيقتني اخذت برد او شيء. مبسوطه ماما؟ مرتاحه؟ الحمد لله، بس عم بتعب كتير. بيك من لما ترشح على الانتخابات وبيتنا ما بيفضى لا ليل ولا نهار. أنا باقي عن جادتك انت لقيت بيت. بدك تسكن ببيروت؟ لا بالبقاع. بالبقاع؟ خلص ماما بكرة بنحكي على الغداء. أوكي؟ فراس؟ باي ماما. سمعته؟ قال بده يسكن بالبقاع؟ يسكن مطرح اللي بريحه. بالبقى؟ طمني بالك، البنت اتجوزت وسافرت مع جوزها على أفريقيا، الموضوع انتهى. انت أكيد؟ 100%. إن شاء الله ما يكونوا سرقوا على المطار. عن جد بدك تسكن بالبقاع؟ لك إيه.
ليش بعدها معك هيدي؟ تجوزت. ما غيره؟ والله ما بعرف. من وقتها ما عاد شفتها. يا حو بدك تعملي نفس رجيلي ولا بنام؟ لا مش نايم بالطيارة؟ 15 ساعة فرد سحبة. أمر عيونك. أنا ميت من الجوع، نعيش ولا كنافة؟ شو كارول؟ أنا ماني جاي معكم. فلي على البيت؟ بكير، لسا يعني. حزروا شو نسيت؟ شو مفاتيحك؟ عقلاتك. خيي، نسيت جيب خيي من المطار. ليه ما ذكرتوني ولو عن جد؟ معقول ذكرك بخيك بالمطار؟ سريال لوين؟ شو لوين؟ ماشي نروح لعندي شوي. رامي حبيبي انا سكرانة بس مش هالقد. شو يعني؟ شو قصدك انه انا ما بعجبك؟ بلا انت شاب كتير حلو بس مش ظابطة. مأكدة مش لاني مسلم؟ يا ريت واقفة على هيك. بانوي ما قلت لي بعد ليه قررت تجي على لبنان هلا؟ شو عدا ما بدا؟ كلاب الامريكان مش عاوزيني، معززين مكرمين. لا عجب مش عم امزح. ليه رجعت هلا يعني؟ بدك تفتح عياده بيطريه بالبقاع؟ ايه ليش لا؟ وبعدين مدرسه لتدريب الكلاب. اخلاق؟ شو وضع الحيوانات هون؟ مثلنا مثلهم صديقي، مدعوسين. هلا في كم مدرسه هيك بلبنان، بس ما بعرف قديش الناس بيعرفوا فيهم تياخذوا كلابهم. تعرف شغلي صديقي؟ بعد ما التقيت بكلب لبناني مهذب بحياتي كلهم بدهم يهجموا عليك يعضوك وياكلوك. عال رح يكون في عنا كتير شغل لكان. عنا كتير شغل؟ ليه عم تحكي بالجمع؟ ان شاء الله مفكرني بدي فوت بجمعية الكلاب تبعك هيدي. طيب ليش لا؟ ما هيدا بزنس وانت مش بزنس مان كمان؟ ايه لا حبيبي ميرسي. ليش؟ بتخاف من الكلاب؟ انا؟ لا ما بخاف من الكلاب. كذاب، بتخاف من الكلاب؟ والله ما بخاف من الكلاب، بس خيي الكلاب مش هوايتي المفضلة بالحياة يعني. بتخاف من الكلاب ولا دخلك مش على اساس كان بدهم يدهنوا البناية؟ ايه ضلك بخير. يلا جود نايت. حكينا بكره. ايه ايه اكيد. يلا باي باي.
شو برأيك كم جلسة بعد بدي؟ يعني بدك بعد كم جلسة؟ أو مستعجلة تخلصي مني؟ لا بالعكس. شو سمعت إنه خيك رجع من السفر؟ شو عرفك؟ البلد صغير وعائلتكم من شافة ومعروفة. تخيل مثلاً إنه مبارح كان لازم أنا روح جيبه من المطار، أنت نسيت. وشو اللي شاغلك كان بالليل؟ ماشي مهم هيك، سهرة مع أصحابي. وين بتسهري؟ ببيروت كذا محل، أنت؟ أنا ناطر لحتى أطلع حتى أسهر وأعيش وحب. يلا بعد ما اطلعي. صحتين. شو عامل اليوم؟ بدي اشوف توفيق وفتش عبيت. كنت نسيت قديش القهوة التركية تقيلة بس طيبة. شو؟ بعدك مصر تسكن بالبقعة؟ ايه. بتعرف مين رجعني على لبنان؟ ان شاء الله ما تكون اللي هشلتك منه. لا. توفيق. مين توفيق؟ واحد صاحبي لبناني غني وادمي، تعرفت عليه بامريكا وقت كنت بكاليفورنيا عم بشتغل بالعنب وبتعلم صناعه الانبيب، وهيك صرنا اصحاب. وخبرني انه عنده ارض كبيره بالبقعه بده يلزمها لحدا بيوثق فيه تيزرع عنب ويصنع انبيب. والله العظيم يا جاد ضل يروح ويجي تبالاخر قنعني ارجع على البلد واستلم الشغل. اف ليش انت يعني؟ ما عنده حدا تاني قرايب اصحاب؟ قصة توفيق هو واخواته بتشبه شوي قصتي انا وبيي. هلا قصة طويلة ما بعرف كل تفاصيلها، بس المهم انه ما بيتفق هو وياهم، بفضل خليهم بعد ما يفوتوا معه بالشغل. بعرف شخص تاني عقليته شغل ايده مثل توفيق هيدا. بعدين انت شو عرفك بهالشغلة؟ ولك انا صناعة الانبيت حلمي. اجمل ايام قضيتها مع الامريكان بالكروم عم بتعلم هالمصلحة. وشفت لو ما توفيق يمكن بحياتي ما كنت رجعت على البلد. بس انه بصراحة عرض علي ديل ما قدرت قاومته. اها شو هو هالديل؟ هات لنشوف. بزرع له الارض عنب، واذا نجح الموسم اول سنة بنتقاسم الربح بالنص. هو بياخد ربح بيع العنب وانا بيع الانبيب. طيب واذا ما نجح الموسم اول سنة شو بتعمل؟ ايه بضب كلاكيشي وبرجع على امريكا. يعني قعدتك بلبنان مبدئيا متوقفة على الطقس. حلو. بس اذا نجح الموسم اتفقنا انه بنسمي الانبيب الجديد على اسمي انا. شهاب. نبيد شهاب. حلو كتير. طيب في حال نجح الموسم قطفتوا هالعنبات وعملتوا نبيد، مين رح يسوقهم؟ انت عارف انه تجار النبيد الكبار ما بقى في حدا يفوت عليهم بالسوق؟ البركه فيك معلم جد. اول شيء منبلش عندك بالمطعم ومنفتحها من هونيك. اه والله انا فكرتك جيت على لبنان تزور صاحبك القديم، مش صاحبك الجديد اللي اسمه توفيق بلوط ما بعرف مين. وليه اللي بنعرفه عن بعضنا انا وياك ما في حدا تاني بيعرفه. هلا صحيح توفيق حبوب وادمي، بس انه علاقتنا مش هالقد شخصيه، يعني انه ولا مره فتنا بخصوصيات بعضنا. اه يعني زواج مصلحه. توفيق شو اسمه صاحبك هذا؟ الاسعد. توفيق الاسعد. اه شيعي يعني؟ جد ولو؟ منيح عم بمزح معك. ليك انت عرفنت لك اختك فريال ولا بعد؟ جاي مع الماما تنتغدى سوا عندك. منيح هيك ري جد؟
شو يعني هلا؟ رح تستغنوا عن خدماتي؟ ليك عم تحكي؟ مش خيك حكيم بيطري؟ يعني بتدرب كلاب؟ بدرب كلاب مش حصني. اساسا خيي ما بيجي لهون لانه ما بيحكي مع الباب. اه؟ وليش؟ هلا بدك تقلي انه ما بتعرف ليه؟ شكلك جاسوس بتعرف كل شيء اصلا. اعوذ بالله، بس انا من هالمنطقه وبسمع مثل ما بيسمعوا كل الناس. طيب اوكي عم بمزح. بس هو للمظبوط انا ما بلومه لخيك، لانه بيك صعب شوي، مش هيك بتقولي؟ بلا معك حق، بعرف هالشيء اصلا، وخصوصا بميوله السياسيه. هلا كل الناس بهالبلد عنيدين بميولهم السياسيه، يعني مش بس هو. ما عادي انا السياسي بهالبلد بتوجع لي راسي. يا سلامة راسك. مع هيك بتشوفيه كيف بيتطلع فيي كل ما اجي لهون؟ انت اساسا شو بدك فيه لبا؟ بتجي كرمالي صح؟ صح. رجع بعد ساعة. صار يا بيك. الله معك يا بيك. أهلا. فينا ناخذ دقيقة من وقتك إذا بتريد. شو معك بالملف؟ هيدا الملف يا بيك عن صندوق المهاجرين. شفت حدا قبل ما تجي لعندي؟ برمنا عليهم كلهم، ما في نتيجة. هيدا الملف اللي بإيدي صرت عامل عنه فوق 50 نسخة، من هالك لمالك، ما حدا رد علينا. مساقبي بهالوقت ما عندي إيد طايلة على صندوق المهاجرين. وما بدي اتوقف انا والموظفين المسؤولين عن هالملف قبل الانتخابات. على كلين فوت فوت تنشوف شو فينا نعمل لك. الله يخليك يا بيك. يا اهلا وسهلا بالشاب. يا اهلا فيك يا جان. شو وينه ابني؟ دقي له فريال. هلا ما بتلاقيه الا واصل. فاجئنا برجعته على البلد. ايه؟ ايه. يعني حنصير نشوفك أكثر؟ أنا دايماً هون. شو خبرك يا جاد؟ كيف لقيته؟ رايق شوي ولا بعده مثل ما لما انفل؟ ها؟ هلا بتشوفيه وبتحكي عليه، وصل. اشتقت لها كثير كثير كثير. أنا كمان. ماما؟ حبيبي. كيف صرتي؟ الحمد لله أحسن. جادو؟ حبيبي. مش ضعفين بتجنن حبيبي. حدا بيضعف في امريكا يا طنط؟ وايا بتكون زهقت من اكل الهامبرجر مش هيك يا جاد؟ هلا اهم شيء انه بعد الميزه في صحن تبوله بلا بصل غير شكل. بعد ما تصلحتي مع البصل ماما؟ اهلي بتتصلح مع البصل وقت انت تتصلح مع البابا. شو يا جاد؟ عم بيعذبك؟ والله يا طنط لو ما قصته هو والكلاب ما كنت بخليه فيلم من هون. حبيبي من هو وصغير بحب الحيوانات. شو شو ناوي تعمل؟ مثل ما خبرتك على التليفون. شو بدك تفتح عياده ومدرسه تدريب للكلاب؟ اجل بالبقاع. ليه بالبقاع؟ انه ليش لا؟ ارخص وابرد. انه ما فيك تفتح هون عنا بالجبل، ساعتها بنسكن كلنا. لا اختي بدي اسكن لوحدي، ابعد شيء ممكن عن عجقه الناس ووجع الراس والقلب. تمارا تجوزت بتعرف؟ سافرت مع جوزها على افريقيا او شي محل هيك. لشو هالحديث هلا فريال؟ ما علمهم خليه يعرف. عرفت. طيب خيي ما انت كمان لازم تنسى الماضي بقى وتكفي حياتك مثل ما هي عملت. سيرتها ما بقى حدا يجيبها. انا ما بدي اسمع اسم تمارا على لسانكم، حلوا عني وعنا بقى. فراس؟ معلش طنط بس هذا الموضوع بعده بيأثر فيه شوي. بعده معقول؟ قلت لك بلا هالسيره فريال. طيب انه مش عم بفهم كيف بعده بينفعل هيك كل ما نجيب سيرتها. انه صار له 7 سنين، ما خلص، شو هالحب اللي ما كان يخلص؟ لك يا جاد خدوا ظهره، عرفوا على بنات عيال. انه بشرفك ماما هلا انه صار له 7 سنين بامريكا ما تعرف على بنات يعني؟ بنات امريكا مش اله. لا بنات امريكا اله ولا بنات غير توايف اله؟ يعني ما بقى في بنات مسيحيه يحبون خييك؟ لازم يعمل ازمه وطنيه، كل ما حضرته بده يحب.
شو بدنا نشرب تي مالي؟ قهوة يلا. قهوة قهوة. اثنين قهوة لو سمحت. شكرا. كنت بدي اسألك شي خي مالك. أجرت هالبيت على طريق النهر أو بعد؟ في عندي ابن أختي عم ينبش على بيت بزحلة. لا والله، للصدفة راحت بنتي مريم هلا تفرجيه لزبون. بس بشان قصة، لو بتعرف مين الزبون. مين؟ ابنه لكامل شهاب فراس. ليش رجع من السفر؟ مع الأساس كان ابنه بأمريكا. هيئته رجع. وشو أخده على زحلة؟ ليه ما سكن مع أهله بشوف؟ أو بعده ما بيحكي مع بيو؟ ليش شو ما بيحكي مع بيو؟ كامل مخه كبير وصعب، فايت على الانتخابات لوحده وبده يلعبها مستقل. استغفر الله. هلا شو حظوظه قدام تحالفنا؟ بصراحة بقول لك هو شطارته. وليد غصن منافسه الأبرز. وليد بيعرف يحكي الشباب. ونحن اليوم اتكلنا على حماس الشباب. جيل الحرب والختيارية بطلوا مؤمنين بشي وما عم يصدقوا بقى كل شي منقوله. هيك لك يا مالك، عم تأجر بيوتك للعدو ما هيك؟ دخلك عم؟ شالوا كل حوايج سورية من المنطقة؟ ايه وينك وين؟ ما عادش في غير الجيش اللبناني هون وشوية أحزاب، بس يحكي ضمير الواحد ما بيتعاطوا مع حدا. يعني بيتعاطوا بالأمور الأمنية؟ إذا الإنسان مش عامل شي غلط ما بيخاف من شي ولا من حدا، مظبوط ولا لا؟ أكيد. حضرتك من المنطقة؟ لا لا أنا منشوف. أهلا وسهلا بأولاد الجبل، نحن كلنا بأمر وليد بيك. والله أنت مش مع جنبلاط؟ لا. مع مين أنت لكن؟ مع رسلان؟ كمان لا، أنا مش مع حدا. إذا هيك ما راح تضايب البلد. هيك قولك؟ أكيد. كامل بيك، نعم للشباب، نعم للمستقبل. هيدا هو عنوان حملته الانتخابية. شو بتحب نعمل؟ ايه مريم؟ فراس؟ تشرفنا. بعتذر على التأخير بس علقت بعجقة على طريق الشام. معك حق، بهالوقت على طول بيكون في عجقة. شكلك أنت مش معود على طرقات لبنان. مزبوط. قال لي داد أنك عم بتنبش على بيت أوضتين نوم أو أوضة نوم واحدة، بس هذا البيت ثلاث أوض نوم. أوف كبير، بس منشوفه. يلا حلوة هالجنينة. خرج كلب. عندك كلب؟ بس يصير عندي بيت رح اشتري واحد. يلا منفوت؟ لشو؟ ما رح اقضي كل وقتي هون. هذا المطبخ هون وهون قلت القعدة. هذا الصالون.
وهذا المدخل الرئيسي تبع البيت. رح تعيش هون لحالك؟ ايه لحالي. الشقة اللي كنت عايش فيها بأمريكا كلنا سوا بتطلع على هالموضة هيدي. قديش بيت بأمريكا؟ 7 سنين. وليه تركت؟ زهقت. معك حق، الحياة هونيك بتذهب بلا مشاكل وجعة راس، أما هون بين السياسة وقصص الحب المعقدة ما عندك ولا دقيقة لتزهق. أنا ما بتعاطى بالسياسة، بس قصص الحب المعقدة من اختصاصي. ضحكتك حلوة. بعد في بنات بلبنان بيستحوا؟ مش كل شي بتشوفه على التي في مزبوط. صورة البنت اللبنانية اللي بتشوفها على التي في هي بس للسياحة. ليه ما عندنا شي تاني حلو نسوقه غير البنات الحلوة؟ هيك بدهم نانسي وهيفا وميريام، مش أنا قصدي التانية. حضرتك حكيم؟ حضرتي بيطري. يعني بتحب الحيوانات أكثر من الناس؟ بكتير. بتحب نشوف بقية البيت؟ وعلى طريقنا بنحكي بالأجار. أنا ما بتعطى قصص مصاري، هذا الشيء بدك تحكيه أنت وداد. إذا عجبك البيت بركي بتمرق لعنا عشية على البيت تتفق أنت وياه. إن شاء الله يطلع بيك أهضم من بيي تنعرف نتفاهم. يلا خلينا نشوف بقية البيت. شو كنت فاكرة؟ إني غشيم مش دريان بشي؟ وإنه ما حدا رح يلقطيك؟ إنه ما حدا رح يسترجي يجي يخبرني اللي شافوه لأني مغروم فيك وما مع قلبي؟ شو كنت فاكرة؟ إني ما رح صدق حدا غيرك؟ مين قال لك إنه أنا بدي أسمع منك شيء أساساً؟ مين قال لك إنه أنا رح صدق حيالله شيء بتقوليه؟ وأكيد رح تخبريني حيالله شيء. الحقيقة الوحيدة الواضحة هي هون، ما حدا بيقدر يكذبها. في راس بيلي اسمعني ولا كلمة. كل شي رح تقولي كذب ونفاق. وحدة الصورة بتحكي. في رأس انت جنيت؟ شو عم تحكي؟ ليش خليتيهم يطلع معهم حق؟ ليش؟ ما بقى بدي اشوف صورة وجهك. ليه عملتي فيي هيك؟ ما كنت مكفيكي انا؟ ولا كان بدك واحد من مستواكي تتحس حالك مهمة يا واطية؟ وزير!